السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في فيلا أحد عملائنا الكرام، حيث قام مصنع كريتيفال للألمنيوم بتصنيع وتركيب باب فولدينج من 3 غلف باستخدام أنظمة كليما فليكس الألمانية، نظام KF50 فولدينج دور، والزجاج المستخدم هنا دبل جلاس، زجاج دبل 24 ملي السماكة الكلية، يتكون من 6 ملي طبقة داخلية كلير و 12 ملي فراغ هوائي و 6 ملي زجاج طبق للطبقة الخارجية. الزجاج عازل للصوت والحرارة. عزل الحرارة يعتمد على نوع الطبقة الخارجية لزجاج الدبل جلاس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.